وعود كاذبه. قال لهم غادي تخدموا وغادي نعطوكم الفلوس. هذوك اللي جالسين بالنسبه اللي ما جاوش قالوا لهم هذوك الناس غادي يشدوا غادي يستافدوا واخا ما جاوش، وانتوما اللي جيتوا غتشدوا كثار منهم وغنزيدوكم القد القد وغنجيبوا لكم حتى القفه. هذاك الشيء ما كاينش، ما كاينش هذاك الشيء. عيطوا لنا المره الاولى ما جيناش، المره الثانيه ما جيناش، الثالثه خفنا وجينا، خفنا خفنا لا يجي يدير ضدنا شي اجراءات سميته ولا شي حاجه. تحمل المسؤوليه. قال لك الا ما جيتوش اذا حنا غنخافوا وغنجيو. جينا بزز منا، فين جايين؟ جايين الفكار كيهز تاع الفلاحه، كيهز ديال الشركات اللي معانا، ما كاينش التعقيم. جينا دخلنا مع الباب، عاطيك ماسك واحد قيدوا لك بالستيلو كيقيد لك، عطيك ماسك واحد قيدوا لك ودار علينا يقيدوا بانه عطاه لينا ماسك ديال الثوب. هو هذا النت اللي دايره، ماسك ديال الثوب هو هذا، ها هو اللي عندي خدمت به هاد السيمانه، نصبنا ونرجعوا نصبنا ونرجعوا. وفاش جا القيد لعندنا والبوليس دخلوا الشركه كيدوروا علينا ويشوفوا الاجواء كي دايره، قالوا ليهم هاد الماسك كديروه وتلوحوه في النهار. قال لي لا، الناس خافوا، الا جاوا يقولوا الحقيقه راه غيخافوا على رؤوسهم. قالت ليه السيده ودي راه حنا هاد الماسك كنديروه في العشيه كنلوحوه كل نهار كيعطونا ماسك، هاد الشيء ما كاينش من الاثنين حتى لدابا، راه ماسك واحد اللي عطينا ما كاينش التعقيم، ما كايناش الصحه. كاين واحد البانيو كنحطوا فيه رجلينا، حاشاك ما تشوفش فيه، شوف الجفاف اللي حاطين فيه كي داير. كنطلبوا لي زاناليز كنا العمال، لان جوج وزينات حدانا تصابوا العمال تاعهم. حنا دابا تنطلبوا لي زاناليز يجيو يديروا لنا تحاليل، لاننا مهدين، مخالين وليداتنا، مخالين والدينا، وكل شيء مريض. حنا بغينا لي زاناليز، هادو هما اللي كيهمونا دابا حاليا، بغينا لي زاناليز والتعويضات تاعتنا. هاد الشيء كفر، قالوا العيالات داك الشيء الاخر مهم، لي زاناليز مهمين لينا بزاف، لان كاينه كورونا وحدانا، ها هو وزين حدانا، الخوف يوم وشحال دابا اليوم الصباح. هاد الشيء اللي كنطلبوا، المهم لي زاناليز بغينا. ما ولدي الله يرضي عليك، بغينا وليداتنا. انا كندخل كيعايروني ولادي كيقولوا لي حيدي حوايجك في الزنقه عاد دخلي، والله تنغامرين بحياتنا مع وليداتنا. كيعطينا الماسك ديال الثوب كديه كتصبنيه كتجي ديريه، حتى هي ما هي كاينه. قالوا لنا شوف دخلوا تخدموا، راه غيكون عندكم كل شيء ان شاء الله، كل شيء متوفر لكم. ملي دخلنا نخدموا ما لقيناش داك الشيء اللي موفرين. قالوا لنا الشهريه ديالكم راه غادي تدوز لكم، غتشدوا 20 في هذا الشهر ديال شهر 3 راه ديكراريت بكم، وان شاء الله غيكون معايا على الخير معكم. في الاخر ملي دخلنا ملي جينا نسولف لا كيس ما لقينا والو. قال المهم اللي هضرنا قالوا لنا كل المشغل ديالكم يديكراري بكم. مشينا نديكراري، مشينا عنده هنا قال لك مع ديما ندير لكم، شوفوا مع الدوله ترونسبور. اخويا راه ما كاينش دابا، كيهدونا قالنا راه غنحي لكم ترونسبور. يلا دابا في هاد كورونا هي اللي جاب لنا دابا ترونسبور، دابا كيهدونا قال لي غنحي لكم ترونسبور، دخلوا تخدموا ولا غنحي لكم ترونسبور. دابا حنا كاينين في التهديد. جينا نهار حصات المدرسه، جينا خدمنا هنا ساعه ونص، خرجونا قالوا لنا سيروا تنشوفوا هذا الشيء كي داير. ملي صيفطوا للعمال جاو يخدموا، جينا حنا حبسونا، قال لنا اللي عنده مرض مدمن غنحبسوه ما يخدمش، راه غنعوضوا لكم. اليوم ملي جيت كنسول قال لي سيري عند الطبيب ديالك يعمر لك مرضي، يعمر لك عندي مرض السرطان اللي عندي انا، ومرضت عندهم هنا في المرض، وهنا في الشركه في المرض، وهنا في المرض، وكل شيء هنا في ناس ميتو. وفي الاخر دابا ملي جينا اليوم ما استفدنا من حتى حاجه، قال لك ما غيستافدوش. واش عندنا الحق وحنا سمعنا هادشي في الاخبار؟ عندنا الحق نستافدو ولا لا؟ السادس محمد السادس. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.